احنا بالنسبة لشعار الخدمة بتاع السنة دي اللي احنا مختارينه من رسالة خش على معلومة الرؤوس التصوير أهل خش على القراطنة، الجزء كده. لا تسيروا الحرية فرصة للجسد بل المحبة قدموا بعضكم. أنا يعني رأيي إن طبعا الهدف بتاع الخدمة السنة دي لا اختيار كان اختيار موفق جدا. الحقيقة شعار الكنيسة السنة دي في الخدمة بدأ شوية بفكرة قريبة من المشاكل اللي بتعاني منها الخدمة والكنيسة مع المجتمع في الفترة، يعني في الفترة دي. بس يمكن بولس الرسول بعد كده بينبهنا إن إحنا ننتبه بقى للحرية دي بالظبط، يعني كل إنسان يستخدمها في إيه. فبينبهنا إن إحنا ما نستخدمش الحرية دي تبقى للجسد، لأن يعني طبعا الجسد بيشتغل ضد الروح والروح بتشتغل ضد الجسد. ده اللي ذكره معلمنا بولس الرسول في بيت الاصحاح، ان انت يعني انت عارف التعريف بتاع المسيح بتاع الحريه، فانت مش محتاج ان انت تاخد التعريف ده تاني من المجتمع اللي حواليك. انت اختبرت حريه المسيح اللي اداها لك بدم، فانت يعني مش لازم تاني ان انت تبدا من جديد ان انت تتعرف على حريات تاني مختلفه. حتى لو انت قضيت ان انت تحتك بالمجتمع، احتك بالمجتمع وانت بتتعامل معاه بالتعريفات الاساسيه اللي انت خدتها من المسيح، مش بالتعريفات اللي انت هتاخدها من العالم تتعامل فيها. فتكمل الايه، بل بالمحبه اخدموا بعضكم بعض. هي دي الحريه الحقيقيه فعلا، ان احنا كلنا نخدم في قطاع واحد ويكون في بيننا وبين بعض. احنا في خدمتنا فعلا احنا محتاجين للمحبة. انا اعتقد ان المحبة لو موجودة في اي خدمة، الخدمة دي هتكون مسلمة. عايز يقول يا جماعة لا، المحبة والخدمة اللي احنا بنقدمها في الكنيسة، خدمتك في الكنيسة، لا دي مش ضد الحظ، مش ضد حضرتك، بل بالعكس انت بتكمل رسالة المسيح الحقيقية وتعريفه للحرية، تعريف المسيح للحرية اللي المفروض يكون اتبنى فيه. انت بتكمله حتى لو كان زميلي في عيوب او في اي حاجة مش راضي عليها في الخدمة، بس بحب الناس اللي قصادي. دي قمة الخدمة اللي عايزها ربنا مني عشان تقدر توصل للملكوت السماء. زي مثلا شجرة التين اللي كان فيها ورق ومتقسمة، خدمة فيها خدام وما فيهاش محبة، ممكن أوي يكون مصيرها نفس مصير شجرة التين اللي بورق ومن غير ثمر، اللي لعنها السيد المسيح في يوم الاثنين من الأسبوع.